السيد الحاج محمد راوراوة مع تكليف محامي كبير من أجل قضية 30 مليار، علاش ما تهدروهاش؟ أنا الحاجة اللي في راسي، علاش ما ديروا شهام ولا ديروا رسمي ولا ديروا عاجل؟ علاش؟ رسميا السيد الحاج محمد راوراوة بمنا من السلطة الجزائرية، خاطش هنا صابوا الوذنين طوال في الاتحادية، الوذنين تاوعهم طوالوا، راهم حاصلين هنا غير الكذب، هنا غير الكذب، بهلول بيروح للطرف، بهلول بيروح منا، بهلول بيصنع لنا رخرة، بيصنع لنا كيسموها، بيصنع لنا سونت فورماسيون في وسط البحر، بيصنع لنا في ديك الجزيرة اللي ديناها، لإسبانيا. بين نصنعوا فماك سونت فورماسيون، بهلول بيخدم لنا في ديك الجزيره الصغيره سونت فورماسيون، بهلول بيدير، بهلول سوف يتكلم، بهلول سوف ينطلق، زاتشي بينطلق، زاتشي سكتوا عليه، زاتشي منا واصي من عند السلطه من اجل الجزائر، من اجل عدم معاقبه الجزائر. ناس يتخدم في الخفاء، ناس انا بقيت شوف الاتحاديه طق 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 الجورنال، ماشي الجورنال يعرفوهم الصحافه، يعرف كاين واحد القنوات مازالوا طامعين في الرزق الميت، مازالوا طامعين في زاتشي، يزيد زاتشي يزيد ويخليهم ويخدموا كلش، ما كان لا حاسب لا راقي، ما يحاسبوا اخدموا كيما بغيتوا يخلوني انايا صح. انا شفت والنامس نفس الاتحاد الجزائري تفوز بخمس مناصب في الاتحاد الافريقي. يا ودي ولا الضحك اللي ضحكتو، عيط الناس اللي يعرفوا، عيط لهم ناس يعرفوا مليح 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 وخدموا حتى في الاتحاد الافريقي، عيط قلت له الشيخ، قلت له كيفاش هذيك منا يا ودي، قال لي انت تروح تقعد يتجمع وصاي، قال لي تروح ما تروحش ما يدوهاش فيك. كيما نهار زاتشي واقفين لجنة تنظيم كأس إفريقيا تاع الشهر، راحوا باش يشوفوا لي ستاد ما عيطولوش، ما قيموش كاع، عيطوا الجبهة بالماضي هود، هما ما عيطولوش ما سمعوش به كاع. نهار اللي ما راحش للقرعة تفرجها في الشيشة، كي زاتشي كي أنا كي أي مواطن جزائري تفرجنا القرعة تاع كوب ديمون، اللي شافها في القهاوي شافها، اللي شافها في اليوتيوب شافها، اللي شافها في الفيسبوك شافها، واللي شافها في الشيشة شافها، شناهم كاع شناهم. اليوم السيد الحاج محمد راوراوة رسميا اللي با يخرج يكذب يخرج، راني هنا، اللي با يخرج يكذب يخرج، اللي با يخرج يلعبها داندا ويكذب ما كاش مشكل يخرج يكذب. رسميا السيد الحاج محمد راوراوة بهدلتوه، والله لا بهدلتوه، اي والله لا بهدلتوه، قيمه كان القيمه بهدلتوه، قلبك جبتوا العار للجزائر، جبتوا عار للشخصيات الوطنيه، الشخصيات الجزائريه جبتوا لهم العار على بالك، تبهديله على بالك، تبهديله. اول على بالكم باللي اول مره نخسروا قضايا في الـ في الـ في, الـ في الفيفا وفي الاتحاد الافريقي، اول مره الاتحاد الافريقي يعاقب زاتشي بعامين، غادي يهضروها ان شاء الله. قلت لكم غادي يهضروها، هدرها يزيد واهي في الجورنال، الحمد لله يا ربي، كنا نقول لكم كنتم كذبيننا، هدرها يزيد واهي في الجورنال، قال لهم باللي عقوبه سنتين كان معاقب زاتشي، سنتين، بهلول كان معاقب ست شهور، حتى هذيك المدربة تاع المنتخب الوطني وكانت معاقبة فانيك بست شهور، اتحادية كاع روبري، رسميا اللي بيكذب راني هنا مكاش مشكل، رسميا السيد الحاج محمد راوراوة يكلف محامي كبير في قضايا تاع كرة القدم، قضايا كبار خشان. تاع 30 مليار، خاطش علاه الاتحادية ما عندهاش الوزارة كم عارفين أزمة عالمية، رانا في أزمة عالمية، ما كانش يقول لك لا احنا رانا وفرنسا راهي ولا منا ولا يخرج لك كلب ينبح ولا حاجة يقول لك لا منا، أزمة عالمية كاع الناس يدير صدرها، ما كانش حنايا في أعز الأزمة، رانا نصدقوا 30 مليار عطاها بيعطيها الكاراس، 145 ألف أورو بيعطيها المساعد تاع الكاراس، خاطش الناس ولات تهدر على 30 مليار، نساو المساعد 145 ألف أورو، نساوها وناسينها، هاو باش يكون على بالكم. السيد الحاج محمد ربي هي تخفيف الأضرار تاع
تخفيف القضيه من اجل عدم معاقبه المنتخب والبطوله الرياضه الجزائريه. هذا مكانه ماشي قضيه خدت عليه على حساب ما عندي خبر ما عنده ما يديروا الكراس خدت سحب الاستقاله من جهه واحده سحبوا منه من جهه واحده ما كاش تراضي هو الكراس قاعد يخلص نورمال الشهريه تاعو الدور نورمال الفيفا على بالك شدرت الفيفا حكمت عليهم يخلصوه دراهمو اللي داهم ماجر وقسمهم محاكم الدين داهم قال لهم دراهمو راه يزيد لي زانتيري من 30 مليار زادت 9 مليار راهي 35 مليار باش يكون على بالكم هما من اجل تخفيف الاضرار ما يعاقبوش الجزائر هذا مكان وما الدراهم غادي يديهم على الكراس باش يكون على بالكم انا عندي المعلومه باللي انا قلت بالك بصح شتايه من بعد جبنا المعلومه يا ودي في طول الاضرار في طول ما يعاقبوش خاص الشهر الجاي العقوبه تنزل ما كاش العقوبه تنزل في طول داروا مكلفه السلطه كلفت الحاج دار لهم محامي كبير كاع محامي كبير في لاسويس تاع كرة القدم يعرف كاع خبايا القوانين يعرف كلش هما هذو هذا زطشي وجماعته سيعرفوا يروحوا يديروا محامي وين في مارسي ساكي في مارسي يموتوا على مارسي في طوي يرسلوا له الدراهم باللورو المارسي في طوي يدي شويه ويخلي شويه والله ماني طالكم ما والله ماني طالكم هذه كنت داير هذه 2018 ما لعبتش كوب دي موند نقلع لكم الريه تاعكم راني حاقد عليكم ما لعبتش كوب دي موند 2018 الريه تاعكم نقلعها لكم خاطش نتوما اللي درتو كلش روح جيب ماجر يسلكك روح جيب الاخضر بالريش يسلكك روح جيب الخوانه يسلكك روح جيب زطش يسلكك والله ماني ساكتها والله ماني ساكتها خاطش علاه شفت الاذاعات انا قلت لك القنوات يهضروا من سمعت البارح في الليل كان عندي خبر قلت انا بالك خلي القنوات يهضروا خلي شويه قنوات بس ما كاش اللي هدرها شفت الجورنال الاخر كيسموه واحد رفيق هدرها قال لهم باللي السلطه كلفت ما جبتش الحاج بصح قال لهم السلطه بصح يزيد وهيب شتو قال لهم الحاج يتكفل مع محامي كبير في لاسويس من اجل القضيه تاع الكراس تخفيف الاضرار راني نقول لكم تخفيف الاضرار هذا مكان وهي تجنب الجزائر من عقوبه قاسيه وهي عدم اللعب اللعب المباريات باش من الكاليفيكاسيون باش نلعبوهم خاطش على فيها الكراس فيها مدرب يسال فيها لعاب يسال يسالوا الانديه ماهيش قضيه واحده باش يكون على بالكم ماهيش قضيه تاع الكراس فيها انديه انايا اللي بريزيدو خيان يكلف لك محامي تاع الطلاق يكلف لك محامي تاع الطلاق في الخارج في اسبانيا ولا في فرنسا ويخسر له لافير تاعه محامي تاع الطلاق يخسر له لافير تاعه خاسره لافير خاسره يدو الدراهم وصاي يقسموا معاهم الدراهم تاع الحاج اليوم من عند السلطه مكلفو قالوا له غاش قالوا له شوف لنا محامي ها صاي رانا شوف لنا محامي وصاي باش يكون على بالكم هذه هي يعني شو زاتشي وين وصل الجزائر وبغيت نوصل لكم مي حاجه برك مي درتو بلي خمس مناصب في الاتحاد الافريقي انا ما تجبدوش على الحاج امين عام تاع اموال تاع الفيفا نقولها ونعاودها امين العام تاع الفيفا زاد شي يدي 1000 قطار يدي 1000